إذن مشاهدينا، المؤتمر الأردني الدولي الثاني للسياحة والضيافة عقد في البحر الميت بالفترة ما بين 12 ل 16 أيار هذا الشهر، ويعني طلع بنتائج وتوصيات حابين إحنا نتعرف عليها بشكل أكبر، ونتعرف أيضا على مين اللي شاركوا بهذا المؤتمر وعناوين أوراق العمل اللي قدمت والهدف من عقد هذا المؤتمر وكيف ممكن ينعكس بشكل إيجابي على تطوير السياحة في الأردن. بداية أنا حابة أرحب بضيوفي الكرام، سيادة الشريفة نوفا بنت ناصر رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أهلا وسهلا فيكي. والدكتور خالد مقابلي عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أبدأ معك سيادة الشريفة ونتحدث عن الهدف من عقد هذا المؤتمر، ويمكن أول مرة مؤتمر سياحي يحمل أو تضاف له كلمة الضيافة. نعم. فشو الهدف منها؟ يأتي انعقاد مؤتمر الثاني، المؤتمر الدولي الثاني للسياحة والضيافة في زمن الأردن بحاجة له، في ظروف سياسية وصعبة تمر بها الأردن وتمر بها المنطقة، فإجا الهدف منها لزيادة الوعي للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي لوضع الأردن على خارطة السياحة العالمية، كما ووضع الأردن كمقصد سياحي عالمي آمن في منطقة كوارث سياسية. هاي هي الفكرة من انعقاد هذا المؤتمر. اتبنت هاي الفكرة جامعة اليرموك وحطوني رئيسة اللجنة التحضيرية، طبعا بالشكر الجزيل للكادر الكلية وعلى رأسهم العميد الدكتور خالد، بس كان له دور هام بعدد المشاركين. يعني بالرغم من وجود هذه الكوارث وهذه السمعة عن الأردن إنها في منطقة كوارث، جاء أو شارك في المؤتمر عدة دول، من ضمنها أمريكا، من ضمنها ألمانيا، دول أوروبية أخرى، الجزائر، مصر، كان معنا الأردن، عدة دول. هلأ بشرح لك الدكتور بالتفصيل عن الأوراق العمل. أما بالنسبة للتوصيات اللي طلعنا فيها فهي زي أي توصيات بتكون دائما، ولكن هاي النقطة إن نقدر أول إشي توصيتين أساسيتين. أول إشي دعم القطاع السياحي الأردني من الجهات العليا والجهات الأكاديمية، وإشراك الجهات الأكاديمية مع الشراكة بالقطاع الحكومي والفعلي مثل هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة، كيف نقدر نساهم معاهم في إيجاد الحلول، يعني على قدر ما بنقدر طبعا. بنفس الوقت أول تاني شيء بنفس الوقت هو وضع الشمال على الخارطة السياحية الأردنية، لأنه نحن عندنا مشكلة إنه كل سياحتنا على الجنوب، يعني تقدر تحكي من مادبة أكثر المثلث الذهبي اللي هي البترا وعقبة ورام، هي أول إشي. وتاني إشي عندك من الوادي البحر الميت ومادبة. فنحن كان هدفنا إن نورجي الناس أو نضع الأردن أو الشمال على الخارطة السياحية، وبنفس الوقت نعمل حراك سياحي بأنه جامعة اليرموك ودورها في تنمية السياحة إن كانت المحلية ولا العالمية في الشمال. صحيح، بس احنا بحاجة لمرافق سياحية في الشمال اللي هي بتطول عمر أو بتمد بإطالة مدة إقامة السائح. بالضبط. يعني احنا كيف أنا مثلا يعني رحنا مثلا طبقة فحل وشفنا أم قيس، يعني مناطق ساحرة جميلة. نعم. يعني كطبيعة وكأثار وكتاريخ، لكن بتنزار بيوم. نعم. احنا كيف بنقدر نخلي السائح يقعد فترة أطول وما في إشي يعمله، ما فيش فعاليات مثلا بالليل إنه بيقدر يكون فيها، ما فيش أماكن تسوق
مثلا بيقدر انه برضه يشتري او بازارات كتير انه يقدر يشتري هون سوفينيرز. هون بيجي دور الكلمه اللي حكيتيها قبل ما نبدا، السياحه والفندق والضيافه. نحن شعب مضياف، ولكن لا نعرف كلمه الضيافه او نربط كلمه الضيافه بالسائح. عرفت كيف؟ يعني نحن ضيافتنا ضيافه المجتمع نفسه. وبدي أركز على هاي الكلمة لأنه كان في عنا رحلتين بالخلال المؤتمر، وأخذنا ضيوفنا معانا. هي الأولى كانت على عمان، والثانية كانت على مدينة السلط. فجزء من الضيافة أو التور اللي عملناه هو كان في عشاء عند إحدى البيوت التراثية. فإنه مش كضيافة كيف أنا باجي عندك أو أنت بتيجي عندي، ولكن كيفية الاستفادة من المنتج السياحي وكيفية الاستفادة من السياحة ولكن بشكل ضيافة. صحيح. هاي هي الفكرة. صحيح. طيب يعني حابة أعرف منك دكتور على الأوراق اللي تقدمت، وبرضو كيف ممكن، يعني احنا عارفين المشاكل، مشاكل السياحة بالأردن، وتعقد مؤتمرات وكل مرة بنعمل هايلايت على المشاكل، لكن وعارفين شو الحلول بس ما بتصير حلول فعلية. فشو العناوين أو الأوراق اللي تقدمت في هذا المؤتمر؟ اسمحي لي في البداية أختي نسرين أنه أشكرك وأشكر التلفزيون الأردني على دعمه للسياحة والتوجهات السياحية في المملكة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله بن الحسين عندما اجتمع في المستثمرين وأصحاب القرار في القطاع السياحي، ووجه إلى الاستثمار في المحافظات بعيدا عن التركيز السياحي، وهذا جانب علمي مهم جدا في عملية الاستثمار والتنمية السياحية المستدامة. جاء هذا المؤتمر ترجمة لتوجيهات جلالة الملك، وكان هنالك مشاركة فاعلة جدا من الفعاليات السياحية المختلفة على رأسها وزارة السياحة، حيث كان المؤتمر تحت رعاية معالي وزير السياحة الأكرم، هيئة تنشيط السياحة هي أيضا شريك رئيسي، أمانة عمان الكبرى كان معالي عقل البلتاج هو أيضا متحدث رئيسي في المؤتمر، وأثار شجون كبير جدا لدى الحضور المشاركون كما ذكر سيادة الشريف، وأشكرها على قبولها بترأس اللجنة التحضيرية. كانوا من 13 دولة مختلفة، من الولايات المتحدة الأمريكية، من الصين، من ماليزيا، من فرنسا وغيرها. أوراق العمل تركزت حول عدة محاور، أهم هذه المحاور إدارة الفنادق والمطاعم، التخطيط والتنمية السياحية، السياحة المستدامة والتسويق السياحي. التوصيات كما ذكرت سيادة الشريفة كان هنالك تركيز على تنمية السياحة الداخلية والاهتمام فيها بشكل أكبر، وكذلك الحال البعد عن التنمية السياحية في مناطق مركزة بحد ذاتها كما هو الحال في جنوب الأردن وكذلك حال في وسطه. شمال الأردن مغفل كليا من الخريطة السياحية الأردنية، فكانت إحدى التوصيات الأساسية الهامة هو عقد مؤتمر لجذب الاستثمار لإربد. وكما ذكرتي هنالك نقص في الفعاليات السياحية في إربد، لكن هي المسألة من يبدأ، هل هو الاستثمار السياحي أم السياح؟ فإن شاء الله ستقوم جامعة اليرموك بدعم من رئاستها، وهذا الدعم دائما متواصل من رئاسة الجامعة لتنظيم الفعاليات السياحية والمؤتمرات وغيرها التي تساهم في تنمية المجتمعات المحلية ومعالجة المشاكل الاقتصادية كالفقر والبطالة وأيضا بعض الأمور الأخرى المتعلقة في تنمية المجتمعات المحلية. طيب بما أنه عم نحكي يعني إشراك المجتمع المحلي، يعني ليه ما يكون وهي مطبقة برا؟ يمكن إحنا مش بحاجة كتير فنادق بخمس نجوم أو إشي، قد ما إحنا هلأ مثلا موجود بالجنوب في فنادق خمس نجوم، في فنادق رح تسكر لأنه ما في إشي بخلي السائح يستمتع، زار الأماكن السياحية أو زار البتر شو بده يعمل بالليل. حلو يكون في حفلات سمر، في مثلا ممكن نشرك المجتمع المحلي زي ما بتقولوا الضيافة، إنه مثلا يكون في بيوت معتمدة لدى وزارة السياحة بتستضيف السواح، بيقضوا يوم معاهم، بشوفوا كيف حياتهم، بيأكلوا من أكلهم. هذا كتير بيسلي السواح خصوصا الأجانب، بنبسطوا إنه ينخرطوا في الحياة أو يعيشوا تجربة المحلية، الريف مثلا في الشمال أو الريف الأردني أو حياة البادية مثلا البادو في الجنوب. فما بعرف إذا تم التطرق لمثل هاي النقطة في
في المؤتمر؟ نعم، من خلال بعض أوراق العمل تم مناقشة هذه الأمور، وكان لدينا جلستين حواريتين، وهذا ما يميز هذا المؤتمر بالإضافة لكونه مؤتمر دولي وأيضا يعقد خارج أسوار الجامعة في البحر الميت، أخفض نقطة على مستوى سطح الكرة الأرضية. فكانت هي رسالة للعالم كما ذكرت سيادة الشريفة بأنه الأردن هو مقصد سياحي آمن جاذب، وهنالك تنوع سياحي كبير جدا. في هذا الإطار التركيز كان على السياحة الداخلية أيضا، والسياحة الداخلية ليس بالضرورة أن يكون هناك اهتمام بإنشاء الفنادق 5 نجوم وأربعة نجوم، قدر ما هي توفير خدمات سياحية تلائم مستوى الزوار، سواء كانوا من الأردنيين أم من الزوار الأجانب. فهذا الموضوع كان تركيز كبير عليه من قبل المعنيين ومن قبل الحضور لتنمية فعاليات سياحية وأيضا خدمات سياحية تناسب جميع شرائح السياح. خصوصا والشريف نوفا كمان كان لها مشاركة، بتتذكري قبل سنتين لما كان في التوريزم فور اول، توريزم فور اول الاكسسبل، وبالضبط اكسسبل توريزم اكسسبل او متاحة للجميع. الان هي هذا التركيز اللي العالم كله بتوجه له بالضبط، انه يكون في سياحة، خصوصا نسبة الاشخاص اللي فوق ال 65، الاعمار فوق ال 65 عم بتزيد في العالم، وفعليا هم اللي بيقوموا بالسياحة اللي هم ما بعد التقاعد المتقاعدين. فهل كمان هاي النقطة مثلا اخذت في عين الاعتبار انه يكون في اوكي بلد امن، في اماكن سياحية موجودة لكن انا بقدر استخدمها؟ بالضبط، اذا ما بقدر استخدمها اذا مشكلة، لا استفدنا من الامان ولا استفدنا من المنتج السياحي. هي عقب على كلام الدكتور خالد، عدا عن التوصيات اللي قمنا فيها او طلعنا فيها، في عنا كمان توصية مهمة، إنه التوصية توعية المجتمع المحلي وإشراكهم بالقطاع السياحي. هلا لا تقدري أنت تشركي المجتمع المدني والخاص، المدني والمدني، لازم إنه يكون في لهم توعية، وبنفس الوقت بعد التوعية بتيجي المنافع الاجتماعية الاقتصادية. فهون راح يجي دور الجامعة مع المجتمع المحلي اللي هو وزارة السياحة بشقيها اللي هي مكاتب وزارة السياحة في الشمال، وبنفس الوقت عندك دائرة الآثار العامة لازم يكون لها شراكة، جمعية الفنادق لازم يكون لها شراكة، وهيئة تنشيط السياحة. بس هيئة تنشيط السياحة دورها الأول والأساسي هو تسويق الأردن خارج البلد، بس هم رح يقدروا يساعدونا بتوصيات المجتمع الخارجي يعني تطبيقها نحن، عرفتي كيف؟ يعني الفكرة انه هم بيعطونا التوصية، طبعا رح يدعموا بدون شك، بنفس الوقت رح يكون التطبيق من الجانب الأكاديمي. هاي هي الشراكة اللي عم نحكي فيها، وهذا هو دور المؤتمر الأساسي، إنه كيفية إشراك المجتمع المحلي مع الوزارات مع الأكاديميين في استغلال المنتج السياحي الأردني في منطقة ذات كوارث سياسية. عرفتي يعني استثمار هاي النقطة لصالحنا. صحيح، برضو يعني ممكن الثقافة والفنون الثقافة لها علاقة بالسياحة، يعني مثلا طبعا جرش روج له عالميا من خلال مهرجان جرش للثقافة طبعاً والفنون طبعاً. اللي هلا كمان رح يكون افتتاحه ب 23/7 بعد العيد بالظبط ان شاء الله. فبرضو يعني إقامة مثل هيك فعاليات قد ايه بتزيد للمنتج بطريقة بالزبط. مختلفة نعم. بس هو المنتج السياحي ما يميزه بأنه يتداخل مع جميع القطاعات الاقتصادية، يعني السياحة تؤثر على الزراعة وتؤثر على التجارة وتؤثر على شركات التأمين وتؤثر على عمل البنوك، وبالتالي هو منتج متداخل، والقيمة المضافة هي التي تهم الاقتصاد الأردني، ليست أعداد السياح أو نفقات السياح لوحدها قدر ما هي القيمة المضافة للمقصد السياحي. جامعة اليرموك أخذت على عاتقها التفاعل مع المجتمع المحلي ومع المؤسسات السياحية المختلفة، لذلك يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر الجزيل لكل من ساهم في دعم هذا المؤتمر والمؤتمرات الأخرى التي تقام في الأردن، على رأسهم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، جمعية وكلاء السياحة والسفر، جمعية صناع الحرف التقليدية، وغيرها من المؤسسات التي وقفت وقفة وطنية في سبيل دعم مثل هذا النشاط، لأنه نشاط وطني
وبالتالي نطمح بأن يكون هنالك مؤتمرات أخرى تعالج مثل هذه القضايا السياحية وتضع إصبعها على الجرح وبالتالي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة. إن شاء الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة بتحبي تحكيها سيادة الشريفة نوفل؟ بحب أحكي أول إشي يعطيكم العافية وشكرا على استضافتكم لنا، ودائما كدعم أنت شخصيا ويوم جديد والتلفزيون الأردني يا نسرين. ثانيا بحب أحكي أنه بالرغم من الكوارث اللي عم بتصيبنا فالأمل كبير ولازم يكون في أمل، وإن شاء الله نقدر نطلع بتنمية سياحية شاملة للبلد وبنفس الوقت للشمال. يعني هو أكثر منطقة الشمال هي بحاجة يعني بالضبط بحاجة إلى استغلال سياحي كبير. استغلال. استغلال. وإذا سمحتي لي في آخر اللقاء أن أشكركم وأركز على الشمال الأردني، كون جامعة اليرموك بالتعاون مع العديد من الفعاليات السياحية في شمال المملكة تتعاون وتكثف جهودها في سبيل خلق حراك سياحي يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في شمال المملكة، وهذا إن شاء الله سيبدأ من خلال المؤتمر لجذب الاستثمارات السياحية إلى شمال المملكة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والمهرجانات، بالإضافة لأن محافظة إربد قامت بتأسيس لجنة أخذت على عاتقها إعداد خطة استراتيجية للتنمية السياحية في إقليم الشمال، فنتمنى في الأيام القادمة أيضا أن التلفزيون الأردني أن يكون في الشمال الأردني ويدعم توجهات الفعاليات السياحية. إحنا مندوبين في كل المملكة. نعم. لكن إحنا زي ما قلنا هي حتى نعرف الناس برا أكثر على الأردن لازم إحنا نعرفها بالأول. بشكل كبير. عشان هيك كنت بقول المهرجانات، يعني لما كان يقام مهرجان البرتقال سنوي في طبقة ومهرجان فحل الرمان كتير ناس كانت أول مرة بتزور طبقة فحل بس من خلال المهرجان بالضبط. أو مهرجان اللي صار قبل مهرجان فترة الرمان ربيع ومهرجان الكورة ومهرجان الزيتون أيضا والزيتون. يعني هاي المهرجانات الثقافية الفنية الزراعية كلها بتنشط السياحة الداخلية وبتعرف أبناء البلد على منتجهم. وهم أحسن، إحنا أحسن سفراء بالضبط للترويج لمنتجنا بس نتعرف عليه بالأول بشكل بالزبط. أفضل. شكرا لوجودكم معنا سيادة الشريفة نوفا بنت ناصر رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والدكتور خالد مقابلي عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك. أهلا بك. كملين معكم مشاهدينا فقرة الصوم بعد الفاصل.